في زلزال سياسي جديد هز أركان العملية السياسية في العراق باستهداف رأس السلطة التشريعية فيها من قبل المحكمة الاتحادية، ورغم عشرات الدعاوى المماثلة ردتها المحكمة بسبب عدم الاختصاص وكونها ليست طرفاً في الموضوع، إلا أن هذه المرة كانت حاسمة وحازمة في قرارها. ومن أبرز قراراتها السابقة، قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال في عام 2017، ورفضت الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية في عام 2021، وحكمت بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي انتخب فيها محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس، ولا تزال الارتدادات التي أعقبت قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان تعصف بالمشهد السياسي وتنعكس في الشارع، خصوصا في المناطق المحررة التي تعتبر الحلبوسي أحد أفضل من قادها ومثلها لينهض بواقعها وطوى صفحة النزوح والحرب والدمار.